لنقاش ملف عودة تظاهرات الحراك الشعبي واستمرار الصراع السياسي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي السيد مظفر الخميسي، وعبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي السيد شاغو القرداغي. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد مظفر، برأيك ما دلالة خروج التظاهرات من جديد مرة أخرى؟ مساء الخير على حضرتك وعلى أستاذ شاغو وعلى المشاهدين الكرام. اليوم المظاهرة كانت كما يقول منظموها هي تمهيد لمظاهرة كبرى ما بعد زيارة الأربعين. أعتقد أنه أهداف أولا التأكيد على ثبات أهداف ثورة تشرين المجيدة بأنها من الشعب والمثقة من الشعب، والتأكيد على نقي ثورة تشرين وثوار تشرين من الصراع الحاصل الآن بين الكتل الحزبية والكتل المتناحرة على السلطة. هم يريدون أن يثبتوا أنهم قوة موجودة بالساحة، قوة لها تأثير، وهي في نهي عن الصراع الدائر اليوم. نعم، أرحب بك أستاذ شاغو القداغي. برأيك أستاذ شاغو، لماذا لم تنزلق وتتورط ثورة تشرين بمعترك الاقتتال الحزبي حتى الآن رغم مرور نحو 3 سنوات على انطلاقتها والقمع الذي شهدته؟ تحياتي وتقديري لك وللأستاذ مظفر وللمشاهدين الكرام. حقيقة عودة المظاهرات بهذه الصورة كان متوقعا، لأن المتظاهرين خلال الفترة الماضية اختاروا عدم المشاركة في الحراك السياسي الذي يديره طرف سياسي ضد طرف آخر كنوع من وسيلة ضغط تمارس على الأطراف السياسية فيما بينهم، وبالتالي قرروا التوقف ومشاهدة ما سيؤول إليه الأمور. ولكن الآن بما أن الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية فشلت في معالجة الأسباب الجذرية التي تسببت بخروج أو اندلاع تظاهرات تشرين، فمن الطبيعي أن يعود هذا الحراك مجددا، لأن المواطنين ينتظرون أفق الحل. وللأسف الأطراف الفاعلة داخل العملية السياسية إلى الآن لم تعطي ضمانات أو تطمينات بأن هناك إرادة حقيقية للتغيير، وبالتالي من المتوقع أن يخرج المواطنون مجددا في كم من المحافظات العراقية للمطالبة بحقوقهم، وأيضا لأنهم سئموا من هذا الصراع الحزبي الذي يساهم في تعطيل الحياة المجتمع، وأيضا يهدد اندلاع صراع حزبي ومسلح داخل المجتمع العراقي. هذا الصراع الحزبي، انتقل بسؤالي إليك سيد مظفر، وكالة فرانس بريس كشفت عن عدم وجود أي تنازلات أو توافقات بين طرفي الصراع، لماذا الآن هذا الاختلاف في حين كانت السنوات الماضية وعلى مدى يعني سنوات أكثر من 15 سنة كانت هناك توافقات وتوافقات على تقاسم النفوذ، تقاسم المصالح، تقاسم المكاسب السياسية بين طرفي الصراع، وهم كانوا يعني منظومة متكاملة بحكومة المحاصصة التي يسميها العراقيون حكومة الفساد. يعني لماذا الآن هذا الاختلاف؟ الاختلاف الآن لأن أموال، هنالك أموال مئات المليارات من الدولارات دخلت إلى الخزينة العراقية في آخر سنتين. القانون اللي نظموه ما يسمى بالبرلمان العراقي، آخر قانون من أجل الورقة الاقتصادية، هذه أيضا 30 مليار دولار. هذه الكمية الهائلة من الأموال اللي راح تعطي إمكانية السيطرة لمن يستولي عليها تدعو إلى الاقتتال بينهم. الاقتتال على الغنائم وعلى الأموال هو السبب الرئيسي باقتتالهم اليوم وبتناحرهم اليوم. أنتقل لك سيد شاهو القرداغي، ثوار تشرين يطالبون بعراق جديد خالي من الميليشيات المسلحة والتبعية للخارج. هذا المطلب الذي يطالب به المتظاهرون والذي طالبت به ثورة تشرين، هل هو قابل للتحقيق في ظل الظروف الراهنة؟ للأسف هذا الأمر صعب قليلا، على الرغم من أنه مطلب رئيسي ومطلب يعني جذري إذا أردنا مشاهدة تغيير حقيقي داخل الساحة العراقية، لأنه في ظل السلاح المنفلت حتى مطالب التيار الصدري، مطالب مقتدار الصدر الذي يعلق مشاريعه الإصلاحية بانتخابات مبكرة، حتى لو قمنا بانتخابات مبكرة في ظل هذا السلاح فلن يتم
تحقيق أي تغيير ملموس، وبالتالي هذه المطالب هي مطالب مشروعة، ولكن هي تمس المنظومة أو جوهر المنظومة السياسية التي يحتمي بها الفاعلون السياسيون. يعني هم يعتبرون هذا السلاح المصدر أو الحصن الأخير لهم ولنفوذهم ومكاتبهم، وبالتالي سيفعلون كل ما لديهم لحماية هذا السلاح، إضافة إلى البعد الإقليمي. يعني الفاعل الإقليمي المتمثل بإيران هي أيضا سوف تتدخل ولن تسمح بإضعاف هذا السلاح الذي سيؤثر بشكل سلبي على نفوذها ومصالحها داخل العراق. على ما يبدو أن البعد الإقليمي له تأثير كبير في العراق منذ احتلالك وحتى الآن. البعد الإقليمي، هذه النقطة أنتقل بها إلى السيد مظفر. أستاذ مظفر، تعتقد بأن يعني رينج الوعي الشعبي قد وصل إلى قمة تؤهله أن يرفض بشدة وجود النفوذ الإيراني في العراق؟ ما بدأت به ثورة تشرين. ثورة تشرين المجيدة كسرت كل القوالب اللي رسم الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني لسجن الشعب العراقي بالمذهبية والطائفية والقومية. ثورة تشرين كسرت هذا القالب وهدمت الأسطورة والهالة القدسية المزيفة اللي رسموها أساطين الفساد وأساطين السلطة وحاولوا أنه يمرروها على الشعب. لذلك ثورة تشرين هي اللي مهدت لما يحصل اليوم، أنه الناس بعد ما تقتنع بهذا الشيء اللي موجود والسلطة الموجودة الآن ترفض رفض قاطع. كما هو معلوم أن الراعي للعملية السياسية في العراق إيران، منذ أن شكلت هذه الحكومات بعد احتلال العراق، بالتزامن مع اتهام نواب جمهوريين، أستاذ شاهو، نواب جمهوريين اتهموا الرئيس الأمريكي أو انتقدوه لأنه يعني أدى إلى زيادة النفوذ الإيراني في العراق. بايدن دعا الكاظمي إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية. إلى أي مدى ترى أن الكاظمي صاحب قرار فعلا؟ خلال الأيام الماضية وخلال المناوشات والاشتباكات العسكرية رأينا أن الموقف الحكومي صدر بعد انتهاء الاشتباكات، وكان هناك يعني تدخل مخجل أو حتى لم تبدي أي تدخل من قبل الحكومة، من قبل وزارة الداخلية. يعني رأينا أطراف تمتلك السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل وتستخدمه داخل المنطقة الخضراء، وعلى الرغم من ذلك القوات الأمنية تشاهد المشهد أو لا تتدخل أو حتى تهرب من هذا الوضع. هذا يدل على ضعف الحكومة العراقية وبالتالي عجزها عن السيطرة على هذا السلاح. طبعا هذه الحكومة لا تستطيع أن تمس هذا السلاح إلا في حال أن تكون حكومة صاحبة إرادتها وليست خاضعة للأطراف السياسية. وبالتالي حتى الفاعل الدولي الآن للأسف الذي يهتم كثيرا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يهتم بالوصول للاتفاق مع طهران، لا يريد أن يزعج إيران داخل العراق، بل يعني مستعد أن يدعو الحكومة العراقية والأطراف السياسية إلى الحوار والإبقاء على منظومة المحافظة حتى لا يخربوا المفاوضات النووية مع طهران. طيب أستاذ مظفر، يعني الميليشيات الموالية إيران ارتكبت جرائم كبيرة وشنيعة ضد العراقيين مثبتة بتقارير دولية، ولكن مجلس الأمن هنا يعني لا نقول أنه غض الطرف عن هذه الجرائم، ولكن الآن في تطور جديد هو يحض الأطراف المتصارعة والمتنازعة على الحوار لحل هذه الأزمة. هل ترى أن هناك موقفا دوليا مؤيدا لإبقاء شخصيات سياسية في العراق وقادة ميليشيات متهمين بجرائم ضد العراقيين؟ بصراحة نعترف جميعا أن موقف الأمم المتحدة هو مرهون بالموقف الأمريكي. الإدارة الأمريكية لا زالت تسيطر على مجلس الأمن، ولا زال من يقتل الآن العراقيين في العراق زعماء الميليشيات ينفذون ما مطلوب منهم أمريكيا وإيرانيا بالدرجة الثانية. هم ينفذون الفوضى التي تريدها أمريكا للمنطقة لكي تزيد مسيطرتها على المنطقة. والسبب الثاني لوجود هؤلاء وغض النظر من قبل مجلس الأمن أن ضعف العدالة بالعراق وضعف القانون بالعراق الذي لا يستطيع تقديمهم إلى العدالة ولا يستطيع تقديمهم كمجرمين، مجرمين حرب ومجرمين لحق الشعب العراقي. هذا يجعل من مجلس الأمن
ان يغض النظر عن هذا الشيء. لو كان القانون العراقي والعداله العراقيه تقدمهم كمجرمين من الاسماء والصور، سيكون مجلس الامن في يمتنع عن دعوتهم للبقاء بالسلطه. لكن هذا التناغم الموجود هو اللي يساعدهم على البقاء. طيب، هنا تدخل ايراني واضح في العراق، بل ان هناك نفوذ ايراني كبير منذ احتلاله وحتى الان، حتى اثناء هذه الصدامات خطيب جمعه طهران يقول ان الازمه في بغداد تمت تسويتها بفضل جهود المجاهدين والمؤمنين. استاذ شاهو، السؤال اليكم، يعني ماذا يقصد خطيب الجمعه في طهران بذلك؟ طبعا الجانب الايراني يرى نفسه انه معني بما يحدث داخل العراق، وبالتالي هو يحاول ان يتم الاحتفاظ على الوضع الحالي قدر الامكان. والان هذا التصريح من خطيب ايران ان المجاهدون نجحوا في تجاوز الامر او معالجه هذه الامور، هذا دليل على اشاره على ان ايران لا تريد ان يندلع صراع داخلي تؤثر على مصالحها، هي تريد فقط أن يتم إخضاع كل الفاعلين داخل العراق، سواء من جانب من الأطراف الشيعية والسنية والأطراف الأخرى، يخضعوا للنفوذ الإيراني داخل العراق. عندما يريد المقتدى الصدر أن يخرج عن هذه الدائرة، يتم ضربه عن طريق الضغوطات والتهديدات وحتى استخدام السلاح. رأينا أن إيران أعطت إشارة بأنها مستعدة لقتل العراقيين أيضا في حال خرجوا أو كانوا على استعداد ليخرجوا عن النفوذ الإيراني. وبالتالي الآن إيران تشعر أنها نجحت في إعطاء رسالة واضحة للتيار الصدري بأنها يجب أن لا تشق صف الشيعة داخل العراق، وهذا الأمر خط أحمر إيران لن تتهاون معه، وسوف تتدخل بكل قوة لمنع هذا الأمر. نعم، الكثير من المراقبين والمحللين يقولون، يصفون المالكي بأنه رجل إيران في العراق. أستاذ مظفر، السؤال إليكم، يعني المالكي بصدد تشكيل ميليشيا تحت مسمى جيش المختار، حذر الصدر من مساعي المالكي هذه بتشكيل هذه الميليشيا المسلحة. ما المغزى من هذه الخطوة؟ هل يقصد التهديد بحرب ربما أهلية جديدة، أم أنها مجرد مناورة سياسية الغاية منها الضغط من أجل الحصول على تنازلات من الطرف الآخر؟ نعم، أنا أذهب معك بهذا الرأي، أنه هذه مجرد حركة سياسية. هو من ضمن التسريبات اللي تسربت عنه، هو ماخذ يعني ياخذ نظرة أو عنده نظرة على الطرف الآخر أنه ناس ضعفاء. هو قال بين قوسين أنه ناس جبناء يخافون، قائدهم يخاف إلى آخره. فهذه الخطوة اللي الآن شكلها هي مجرد وسيلة ضغط لإخافة الطرف الآخر وتثبيت مواقف. نعم. إذن أستاذ شاهو، مؤسسة أتلانتيك كونسل للأبحاث تقول إن غالبية العراقيين لا يثقون بالحكومات المتعاقبة. ترى يعني إلى أي حد تتفق مع هذا الرأي؟ طبعا هذا الأمر يعني أصبح مؤكدا من خلال الكثير من المعطيات، أهمها مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في التحشيد الذي طالب به الأحزاب السياسية ضد بعضهم البعض، والآن أخيرا عودة التظاهرات أو موجة الاحتجاجات، ووجود حالة من اليأس لأي وعود أو تعهدات حكومية، وأيضا ملامح ضعف الحكومة يظهر مع كل أزمة وكل موقف. هذه الأمور، هذه التراكمات تؤدي بوجود انطباع سلبي. للأسف هم يعني رفعوا الكثير من الشعارات الإيجابية أن الانتخابات المبكرة سوف تعالج الأزمة الراهنة، ولكن يبدو أنها لم تعالج شيء، بل ساهمت في تفاقم الأزمة، ساهمت في إضعاف أكثر لثقة الجمهور لهذه المنظومة، وبالتالي تسبب بأن يسود هذا الشعور داخل المجتمع العراقي بصورة عامة. نعم سيد شاهو. أستاذ مظفر، أخيرا، بعد تأجيلها النظر بدعاوى حل البرلمان التي أقامها التيار الصدري، كيف تنظر إلى دور المحكمة الاتحادية في هذا الصراع؟ كيف يمكن وصفه؟ أستاذي العزيز، أنا منذ اليوم الأول لتشكيل هذه المحكمة كنت أقول أنها بعيدة كل البعد عن الحياة وعن عن الحيادية، ولها اليد الطولة فيما يحصل للعراق من فوضى. هم من اليوم الأول يلون القوانين كما يريد
كما يريد اللاعب الاساسي بالعمليه السياسيه بالعراق، وهم دورهم اصبح مفضوح بالوقوف الى جانب ضد جانب اخر. واعتقد يعني باعتقادي الشخصي انه لا سبيل لحل هذه المشكله العويصه الا بحل هذه المحكمه الاتحاديه من اساسها، وتشكيل محكمه اتحاديه جديده بضوابط جديده. نعم، شكرا لك أستاذ مظفر. كنا معنا عبد الهادي من اسطنبول، الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي، والصحفي من أمستردام عبر سكايب. شكرا لضيوف الكرام.